السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو آخر من قناة نونسات هامستر. الفيديو اليوم راح يكون عن كيف أخلي الهامستر إنه يقضي حاجته في مكان معين. فإذا كنتي أول مرة تشوفين هذا الفيديو، أتمنى تضغطي على كبسة الاشتراك ولا تنسي الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتي. فأول شيء حابة أذكره، يعني هاي طريقة مرة تنجح معي ومرة لا، فجربوها وراح وشوفوا راح إذا كان تنجح معكم، بس بدها وقت، يعني أسبوع أو أسبوعين. فيلا نبلش. فمثل ما انكم شايفين هلا، يعني ما في نشارة خشب في القفص، يعني نظفت القفص وتركت شوي نشارة خشب يعني تبول فيها الهامستر. طبعا الهامستر يعني اختار مكان مخصص في القفص. فإذا كنتوا أول مرة اشتريتوا الهامستر راح تلاحظون انه يعني يتبول في مكان معين فقط، يعني ما يتبول في القفص كله بس في مكان معين. فمثلا إذا كان هذا هو المكان اللي هو تبول فيه، راح يعني أنا عندي هذا الصحن أو هذه العلبة يلي أستعملها كمرحاض لهاستر، فراح أجيب هاي العلبة وراح أجيب شوية من هاي نشارة الخشب يلي تبول فيها الهامستر، بس شوي، وراح أملأها بنشارة خشب يعني تكون جديدة. هيك، وراح احطها في المكان نفسه يلي كان يعني عم يتبول فيه الهامستر. شوفوا هاستر شو عم يعمل، بيحاول ياخد نشارة الخشب نشارة الخشب ويحطها في المكان اللي ينام فيه. شي يضحك. طيب هلا ليش انا حطيت شوية نشرة خشب يلي تبول فيها الهامستر في هذا الصحن؟ عشان لما يشم الريحة ويكون بده انه يقضي حاجته راح يقضيها في هذا المكان. بس في بعض الاحيان يعني يعني لما اصحى الصبح واشوف القفص اشوف انه هالسر يتبول هون، بس في بعض الاحيان يعني اشوف انه تبول في مكان اخر. يعني هي بدها صبر ووقت عشان يتعود الهامستر انه يقضي حاجته في مكان معين. اتمنى هالطريقة تفيدكم وتكون يعني سهلة على هامستراتكم انكم تعودوها. وبس كان هذا هو فيديو اليوم، يعني فيديو كتير قصير. وإذا عندكم أي سؤال أو أي استفسار عن الهامستر اتركوه لي في التعليقات، راح أجيبكم في التعليقات أو راح أختار إنه أجاوبكم في فيديو خاص. ما تنسوا تتابعوني على انستغرام، راح أخليها لكم في صندوق الوصف، لأني بعض الأحيان أنزل صور مضحكة لهامستر وفيديوهات وهيك شي. فشكرا شكرا على 100 متابع وعلى اللايكات وعلى تساؤلاتكم واستفساراتكم، وشكرا لكل من يبعث لي رسالة في انستغرام يعني بيسألني على الهامسترات. فشكرا وأشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. مع السلامة.